Oh أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم وصلنا إلى التصوير الثاني التقرير الثاني لدليل العاقل الذي يراد منه إثباته وجوب الاحتياط في الشبهه الحكميه التحريميه. هذا مباشرة قال انه الاصل عند العقل والعقلاء هو التوقف عندما يشك الانسان العاقل في حرمه شيء فعقله يحكم بوجوب الاحتياط مباشرة في كل مورد يشك في ان هذا الامر هل هو محرم او لا؟ يجب عليه التوقف هو مباشره العقل يدرك ذلك من دون توسط العلم الاجمالي. الا في الامور التي يحتاج اليها ضروره لا يمكن ان يستغني عنها، هذا واضح تكون حلالا. الامور التي هي هي ضروريه لبقاء الانسان او نقطع بان المولى سبحانه وتعالى لا يحرمها لحاجتنا اليها هذا واضح انها حلال غير هذه الامور الاصل فيها هو الحرمه ما الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق الوجه السابق كان يقر بان الاصل في الاشياء هو الاباحه ولكن لطرو العلم الاجمالي بوجود محرمات في الشريعه فالاصاله لا تجري. فكان يقول بعدم جريان الاباحه او الحليه، عدم الحرمه في الاطراف لوجود المانع وهو العلم الاجمالي. هذا كان السابق الوجه السابق، هذا الوجه مباشره يقول لا ليس الاصل هو الاباحه او الحليه ما شئت فعبر. وأن العلم الإجمالي يمنع من جريان الأصول تتعارض وتتساقط، وإنما أساسا الأصل هو الحرمة، الأصل في في الأشياء مشكوكة الحكم هو الحاضر المانع. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن الأصل في الأفعال غير الضرورية، الأفعال الضرورية واضح أنه قطعا حلال. الأصل هو الحاضر. كما نسب إلى طائفة من الإمامية، نُسب هذا الأمر إلى مجموعة من الإمامية. فيُعمل به بأصالة الحظر، حتى يثبت من الشرع الإباحة. فإذا الأصل هو الحظر حتى تثبت الإباحة. ثبتت الإباحة فيما نحن فيه؟ الجواب كلا، هكذا يريد أن يقول أنه الاصل هو الحظر حتى تثبت الاباحه والحال انه لم تثبت الاباحه هناك ادله تقول ب ان التشريع الجديد الطارئ هو البراءه او الاباحه يعني العقل يحكم بان كل مورد تشك في انه حرام او لا العقل يحكم بالاحتياط وانه محظور الا ان يرخص المولى والحال ان المولى لم يرخص وما يظهر منه الترخيص هذا معارض بما يظهر منه وجوب الاحتياط فيتعارضان عن فيتساقطان عن. عندنا بعض الادله تشرع شرعا البراءه الشرعيه كلامنا ان العقل يثبت الاحتياط واصاله الحظر وعندنا بعض الادله تثبت البراءه الشرعيه اللي هي متاخره عن الدلاله العقليه العقل يقول بوجوب الاحتياط الا أر... لا يرخص الشارع طيب قد يقال ان الشارع قد رخص هناك بعض الروايات فيها ترخيص بعض الايات قد يقال انها ترخص تثبت الترخيص هذه الادله لو كانت تامه السند والدلاله فهي معارضه بما يثبت وجوب الاحتياط فيتعارضان فيتساقطان فنرجع نبقى على الدليل العقلي فيعمل به حتى يثبت من الشرع الاباحه والحال انه لم يثبت ولم يرد الاباحه فيما لا نص فيه فاذا اذا ما عندنا اباحه شرعيه يبقى الاحتياط العقلي على ما هو عليه العقل يقول بالاحتياط الى ان ياذن الشارع والشارع لم ياذن ان قلت انه قد ورد عندنا ادله نقول هذه الأدلة التي تثبت البراءة الشرعية معارضة بمثلها وما ورد على تقدير تسليم دلالته لأن يعني بعض آيات ما يأتي فيها البحث السندي قطعا ثابتة ولكن الدلالة كيف معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط فيتعارضان ويتساقطان فنرجع إلى الأصل العقلي الأصل العقلي هو الحاضر هو المانع إلى أن تثبت الإباحة الشرعية الأدلة التي تثبت الإباحة الشرعية مبتلات بأدلة شرعية أخرى تثبت الاحتياط الشرعي فالإباحة الشرعية والاحتياط الشرعي يتعارضان يتساقطان نرجع إلى أصالة الحاضر فالمرجع إلى الأصل اللي هو الأصل العقلي لأنه بالشرع ما ثبت شيء بعض الأدلة الشرعية تثبت البراءة بعض الأدلة الشرعية تثبت الاحتياط يتعارضان يتساقطان ولو تنزلنا وقلنا انه العقل ليس فيه ليس واضحا بهذا الشكل فلا اقل من التوقف لا احكم بالبراءه ولا احكم بالاحتياط والنتيجه هي الاحتياط لان التوقف نتيجته هي نتيجه الاحتياط ولو تنزلنا عن ذلك فالوقف نقف لا نقول اصاله الاحتياط لا شرعيه ولا عقليه ولا أصالة البراءه لا شرعيه ولا عقليه أتوقف فعندما أتوقف ماذا أفعل بالنتيجه التوقف يعني نتيجته نتيجة القول بالاحتياط كما عليه الشيخان قدس سرهما يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي واحتج عليه في العدة عدة الأصول الشيخ الطوسي بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسدة فيه كالاقدام على ما يعلم فيه المفسده هنا لا اريد ان احقق هذه الاقوال ونسبتها الى اصحابها ناخذها كما هي هنا وترك نقل هذه الاقوال هذه الاقوال انا عاده اجمعها و اتاكد من صحه النسبه لانه الشيخ الانصاري اعلى الله مقامه كثير من المصادر ما كانت عنده موجوده كان يستفيد من نقولات عن المصادر وخرج لنا بهذه الكتب القيمه لو كانت المصادر بين يديه فكيف كان يكون الحال رحمه الله تعالى عليه وبالتالي انا احاول ان اتاكد من النسبه هنا لا اريد ان اتطرق لهذه النسبه وكيف قالوا واين قالوا وماذا قالوا ناخذ هذا بما هو كما هو وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم رحمه الله بن زهرة في كتاب الغنية غنية النزوع وإن قال بالإباحة قال بالإباحة ولكن قال أن مقتضى العقل هو الاحتياط هكذا يظهر من العبارة كالسيد المرتضى أيضا تعويلا على قاعدة اللطف ما هي قاعدة اللطف هذه قاعدة الله وأنه لو كان في الفعل مفسدة لوجب على الحكيم بيانه. يقول انه الاصل هو الحاضر والاقدام على شيء مشكوك لا نعلم هل هو فيه ضرر او ليس فيه ضرر، هذا الاقدام اقدام مذموم صاحبه، اقدام في غير محله، الاقدام على مشكوك الضرر محتمل الضرر كالاقدام على الامر الضرري كلاهما قبيحون ولكن عندنا قاعده اللطف انه هذا لو كان فيه ضرر لبينه الله سبحانه وتعالى ولكنه لم يبينه اذا ليس فيه، اذا القاعده العقديه هي عدم الاقدام ولكن قاعده اللطف تثبت لنا ان هذا المورد ليس فيه ضرر ولو كان فيه ضرر لبينه المولى فيثبت الاباحه عن هذا الطريق لكن ردها في العده رد قاعده اللطف في العده بأنه قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف، ما معلوم انه قاعدة اللطف تقتضي البيان، ناقشها الشيخ الطوسي قال هاك ها القاعدة هكذا تقول لو كان في هذا الأمر مفسدة لبينها الشارع ولكنه لم يبينها إذن ليس فيها مفسدة، لا يقبل الكبرى لو كان فيها مفسده لبينها ما يقبل هذه القضيه يقول قد يكون فيها مفسده ولا يبينها لغرض هو يعلمه فلا يقال لو كان فيها مفسده لبينها ولكنه لم يبينها هذه غير صحيحه ما يقبل هذه الكبرى ناقشها وبالتالي يرجع الدليل هذا الدليل يقول انه أصالة التوقف هي الأصالة العقلية مقتضى العقل هو الاحتياط والتوقف في كل ما نعتمل أنه محرم بخلاف التصوير الأول التصوير الأول كان يقول المقتضى هو الإباحة ولكن العلم الإجمالي يمنع من جريان أصالة الإباحة في الأطراف هنا يقول لا هو أساسا مقتضى العقل هو المنع والحاضر فإن قلت أنه هناك أدلة على البراءة الشرعية وإن كان مقتضى العقل هو الاحتياط ولكن البراءة الشرعية يقول البراءة الشرعية معارضة بالاحتياط الشرعي أدل على البراءة أدل على الاحتياط يتعارضان يتساقطان فنرجع إلى أصالة الاحتياط العقلي ثم يجيب المرحوم المصنف جواب على أكثر من مرحلة المرحلة الأولى هي قد تكون المناقشه في المقتضى الدليل العقلي هل هناك هكذا دليل عقلي او ماكو هكذا يوجد او لا يوجد ثم يقول انه هذا الضرر المحتمل دفع الضرر المحتمل ما هو مقتضى العقل من اين اتيتم به احتمل ان هذا محرم ثم ماذا لماذا يجب التوقف فيه لان فيه ضرر من اين اتى هذا الضرر هنا يناقش هل الضرر هو العقوبة؟ أنه يؤمر به إلى النار نستجير بالله من سخط الله ومن عذابه أو لا الضرر هو آثار أخرى غير العذاب الأخروي. إذا العذاب الأخروي طبعاً هنا مرفوع العذاب الأخروي لأن المكلف جاهل. كلامنا في أن المكلف لا يعلم أن هذا محرم أو لا فكيف يعاقب عليه؟ إذا العذاب الأخروي منتفي. يبقى الأضرار الأخرى، من قال أن الأضرار الأخرى محرمة؟ من قال ان العقل ينهى عنها؟ لا العقل ينهى عنها ولا هي محرمه في نفسها. والجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر. هذه العباره فسرت من قبل العلماء بتفسيرين. التفسير الاول جعلت وكانها اشكال اول. الاشكال الاول انه نناقش من قال ان العقل يستقل بدفع الضرر. اللي <سؤال> هو الاخروي العقاب من قال ذلك؟ فكانها مناقشه ثم اعترضوا على المرحوم المصنف انك تقبل هذا المساله وهذه من الواضحات فاذا مناقشتك الاولى في غير محلها بعض العلماء لاجل هذه النكته وان المرحوم المصنف يقبل انه العقل يحكم بدفع الضرر اللي هو العقوبه الاخرويه قالوا بعد التسليم يعني يريد ان يقول نحن نقبل ان العقل يقول ذلك ولكن من جهه الكبرى ولكن نناقش في الصغرى فهذا لا يكون مناقشه وانما يكون تسليما اني اقبل كبرى وجوب دفع الضرر اللي هو العقوبه الاخرويه ولكن من قال انه هناك عقوبه اخرويه فيما نحن فيه هكذا فسر في العباره بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر بس انتم ماذا تفهمون أن هذا اعتراض أول أنه نحن نتنزل ونقبل استقلال العقل وإلا نحن نناقش في هذه المسألة هذا يصير نقاش أول نناقش في استقلال العقل دفع الضرر فصير مناقشة أولى ثم بعد التنزل عنها تأتي المناقشة الثانية أو لا هذه ليست مناقشة يقول أن هذا المقدار أقبله ولكن أناقش في الصغريات بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر انه والجواب انه ما هو الضرر الذي تقولون؟ هل هو العقوبه او شيء اخر؟ ان كان العقوبه فهي قطعا منفيه بسبب الجهل ولا يعقل ان المولى يعاقب الجهلة الجهل بعد ان بحثوا واستفرغوا الوسع ولم يعثروا على دليل على الحرمه يعاقبهم المولى؟ قطعا لا. ان اريد ما يتعلق بامر الاخره من العقاب فيجب على الحكيم تعالى بيانه، لو كان يريد الحرمه ولو كان يعاقب عليها لبينها، فهو يعني العقاب الاخروي مع عدم البيان مأمون، فهو مأمون مع عدم البيان، وهذا الكل متفقون عليه، لا يعقل ان الله سبحانه وتعالى بحكمته وحلمه ورحمته وعدله لا يعقل ان يعاقب الناس على امر جهلوا حرمته وبحثوا ولم يعثروا هذا غير معقول اذا العقاب الاخروي مامون طيب غير العقاب الاخروي اصلا غير العقاب الاخروي من الاضرار لا يستحق عليه العقاب ولا يجب دفعه عقلا وان اريد غيره من الاضرار مما لا يدخل في عنوان العقوبه والمؤاخذه لان المؤاخذه قطعا انتفت من اللوازم المترتبة حتى مع الجهل، مثل ماذا؟ مثل انه يأكل الميتة وهو لا يدري انها ميتة، فقطعاً لا يعاقب عليها. ولكن مثلاً تورث قساوة القلب، تبعده عن العبادة مثلاً. فوجوب دفعها غير لازم عقلاً، من, من قال انه يجب عقلاً دفع هذه الآثار؟ اذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيوي المقطوع. إذا كان لبعض الدواعي النفسانية، الدواعي النفسانية يقصد يعني لبعض الفوائد الذاتية للإنسان. مثل ضرر في شق البطن، طبعاً شق البطن من الأضرار، ولكن إذا شق البطن كان لإجراء عملية جراحية صحيحة ضمن الضوابط وكان طبيباً مختصاً ماهراً في ظروف تامة ويُجرى العملية هذا من قال انه قبيح؟ هناك دواع لكثير من الامور التي يظهر منها انها ضرر. اذا كان لبعض الاغراض الذاتيه الصحيحه. فهذا لا يجب عقلا دفعه، بل اكثر من ذلك وقد جوز الشارع كثير من هذه الموارد، بل امر في بعض الموارد بهذا النوع من الاضرار. مثل الجهاد في سبيل الله. أليس فيه أضرارا دنيوية ولكن أمر به الشارع، إذا يمكن أن يكون هناك مصالح تعلو على المفاسد وتعلو على الأضرار، فلا يجب عند العقل دفعها، ولو تنزلنا وعلى تقدير الاستقلال وقلنا أن العقل مستقل بدفع هذا المقدار من الضرر، فهو لا يستتبع عقوبة أخروية فمثلا العقل يقول انه لا تخرب برنامجك الغذائي، برنامجك في النوم، تسهر كثيرا وتنام في النهار بحيث نومك يضطرب، العقل مستقل يقول هذه اضرار وان كانت اضرار دنيويه ولكن العقل مستقل بالحكم بها يستقل وهو يحاكم بانه هذه الأضرار تجنبها وأحيانا تصل إلى مرحلة الوجوب يقول لك يجب أن تترك هذه الأمور فيها مفسدة يجب أن تتركها مع ذلك لو سلمنا هذا المقدار الإشكال كان المتقدم أنه العقل ما يحكم بذلك هنا العقل يحكم لزوما الكلام في اللزوم ليس في الترجيح الترجيح موجود الكلام في اللزوم فنفترض نفترض أنه يقول يلزم ترك هذه الأمور إذا فعل الإنسان من قال أنه يعاقب من قبل الله سبحانه ويجب عليه الاحتياط شرعا، بحثنا في المساله هو الاحتياط الشرعي يعني استحقاق العقاب على المخالفه. هنا يقولون ان العقل يدرك لزوم التوقف والا يستحق العقاب. هذا كلامنا وجوب التوقف من قال انه يستحق عقاب على ترك هذه الاضرار الدنيويه؟ على تقدير الاستقلال لو تنزلنا وقلنا ان العقل مستقل في وجوب التوقف عن هذه الافعال التي فيها ضرر دنيوي لان العقوبه الاخرويه انتفت فليس مما يترتب عليه العقاب لا يعاقب اذا فعلها غايته خالف مدركات العقليه اما ان الله سبحانه وتعالى يعذبه بعد ذلك لمخالفته مدركات العقليه هذا غير ثابت لماذا لكونه من باب الشبهه الموضوعيه ثم لو كانت الاضرار معتدا بها والمولى حرم على الانسان ان يوقع على نفسه اضرارا معتدا بها هنا شبهه موضوعيه شبهه موضوعيه لا يدري ان هذا الفعل سيؤدي او ما لا يؤدي هذا الفعل قطعا يؤدي الى هذا الضرر والضرر كبير جدا والمولى حرم وأوجب العقاب على من يفعل هذا الضرر لو لو افترضنا هكذا. مع ذلك لا يدري ان هذا الفعل فيه هكذا ضرر او لا، هو شبهه عنده شبهه موضوعيه الكل متفقون الاخباريون والاصوليون متفقون على انه لا يجب الاحتياط فيها. مثلا شخص يعمل على ماكنه ماكنه ثقيله وخطيره يمكن ان تؤذي يده فاذا في يوم من الايام خلال عشر سنوات من العمل هذا العامل المسكين الكادح تاذت وتضررت يده، طبعا يقال ان حرام هذا لانه فيه تعويق اذا كان عمدا اذا كان عمدا حرام العقل يحكم مستقل بالمنع من هذا الضرر والشريعه تعاقب على هذا الفعل لو كان عن عمد ولكن هو عندما يعمل على الماكنة متأكد أنه سيقع في هذا الضرر لا شبهة عنده شبهة خارجية موضوعية هذا العمل هل يؤدي أو لا يؤدي هذا شبهة في الموضوع والشبهة الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها لكونه من باب الشبهة الموضوعية لأن المحرم هو مفهوم الإضرار لو كان إضرارا صحيح إضرار العقل يستقل به وإذا كان شديدا المولى يحرمه ويعاقب عليه ولكن هذا إضرار أو لا الكبرى اتفقنا عليها الكلام في الصغرى اللي هي موضوع هذا إضرار هذه من أين لا ندري لعله ليس إضرارا لأن المحرم هو مفهوم الإضرار وصدقه في المقام مشكوك نحن لا ندري أن هذا محرم أو لا إضرار أو لا كصدق المسكري المعلوم التحريم نحن نعلم أن الخمر حرام كبرى كبرى ثابت ولكن هذا خمر هذه الصغرى اللي هي شبهه موضوعيه هذه من اعلم بها والشبهه الموضوعيه لا يجب الاحتياط فيها كصدق المسكر المعلوم التحريم من جهه الكبرى من جهه الحكم الشرعي معلوم ليس هذا معلوما الحكم الكلي معلوم يحرم شرب الخمر ولكن صغراه هذا خمر من اين؟ كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا الماء هذا مشكوك الصدق على هذا المائع هذا مشكوك شبهة موضوعية صغرى الدليل والشبهة الموضوعية لا يجب الاجتناب عنها باتفاق الأخباريين وسيجيء تتمة تتمة الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى إذا الدليل يقول أنه هنا أحتمل الضرر والعقل مستقل بوجوب دفع الضرر المحتمل المرحول المصنف يناقش أولاً بناء على أن هذه العبارة مناقشة في أنه من قال باستقلال العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل بناء على أن هذه العبارة هي مناقشة ثم هذا الضرر المحتمل هل هو عقوبة في الآخرة؟ او اضرار اخرى غير العقوبه العقوبه قطعا نحن مؤمنون عنها لان مولانا حكيم لا يعاقب الجهل بعد الفحص واتعب نفسه بحث ولم يجد وليس قبل الفحص اذا العقوبه الاخرويه هناك امن منها تبقى العقوبات الاخرى اولا من قال ان العقل يستقل فيها لو فرضنا ثانيا ان العقل يستقل من قال ان هذا المقدار محرم لو فرضنا انه محرم فالشبهة موضوعية والشبهة الموضوعية هذا محرم والمحرم يعني هذا ضرر والضرر محرم ويجب تركه هذه كبرى صحيحة ولكن هذا ضرر من أين مشكوك مشكوك شبه موضوعية وشبه الموضوعية لا يجب الاحتياط فيها والحمد لله رب العالمين الله 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 الله, الله Allah Allah, Allah Allah ya Allah.